وفي المقابل سوف تنتعش سوق الاستثمار كونه وسيلة قوية للاستثمار وملاذا آمنا للادخار. أوضح أيضا رفيق أن السوق المصري بيمتلك مقومات ريادة صناعة الذهب في العالم، وأن أفضل صاغة وأقوى شغف لشراء الذهب طبعا متواجدة في السوق المصري دون غيره. طيب نعرف بقى تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع، يمكن بيهم ناس كتير جدا من الساده المشاهدين. معانا على الهاتف مهندس رفيق عباسي رئيس شعبه الذهب. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا بيك. اهلا بيك يا باشمهندس. باشمهندس رفيق، دلوقتي يعني وفقا للخبر الموضوع يعني سيء لناس وجيد لناس، موضوع الركود في سوق الذهب، والمفروض ان برضه كمان وفقا للخبر وفقا للسوق ان مصر سوق يعني جيده جدا للذهب، هل الوضع هيتزن بعد كده والمفروض نعمل ايه عشان يتزن؟ هو طبعا هيتزن ان شاء الله اول ما الاحوال الاقتصاديه تتحسن في مصر، نتيجة ان المستهلك المصري بيحب الذهب وبيعتبره احدى وسائل الاستثمار القوية اللي احسن من البنك في الطبقات المتوسطة وما دونها. ايوه، هو وسيلة الادخار الاساسية عنده الذهب. تمام، بس ان شاء الله اول ما الوضع الاقتصادي يتحسن وتبقى الناس دي معاها فلوس تدخرها هالوضع يتحسن. طيب التأثير بقى على الصناعة نفسها او على تجار الذهب الفترة دي عامل ازاي؟ للأسف يعني إن التأثير على الصناعة سيء جدا، لأن معظم المصانع مش قادرة تدفع الأجور وبتسرح العمالة، والعمالة دي عمالة ماهرة وصعب قوي تعوضها، فدي خسارة فادحة للصناعة، إنما للأسف إن مفيش حاجة تتعمل يعني. تمام. عموما يا فندم احنا اكيد هنتابع الموضوع ده مع حضراتكم، وبنتمنى ان السوق يتزن مره اخرى، خصوصا زي ما حضرتك بتقول يعني المواطن المصري بيقبل جدا على شراء الذهب لما يكون الاسعار معقوله يعني، بس كمان موضوع التاثير على التجار ده حاجه يعني مش ما تعتبرش حاجه كويسه دلوقتي. بنتمنى ان يكون في توازن في سوق الذهب المصري. بشكر حضرتك.